حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. حذر المختصون من استمرار السلطات الحكومية بالاقتراض الخارجي، مؤكدين أن هذه القروض تثقل كاهل الدولة وتولد مشاكل على المدى البعيد بسبب فوائدها واستهلاكها الموازنة لتسديد الأقساط المتراكمة من القروض وفوائدها. أوضح المختصون أن السلطات الحكومية تسدد يومياً نحو 40 تريليون دينار عن الأقساط المستحقة من القروض السابقة، مشيرين إلى أن العراق لديه من الإمكانات والموارد ما يكفيه لتمويل حتى دول وليس فقط البلاد والموازنة، إلا أن المشكلة تكمن في عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لدى السلطات الحكومية لتحقيق التوازن في الموازنة، فضلا عن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية منذ عام 2003. كشف خبراء اقتصاديون أن سوق العمل العراقية أصيبت بالمزيد من التدهور بسبب تفشي العمالة الأجنبية غير الرسمية وعدم ضبطها من قبل الجهات الحكومية المختصة. أكد الخبراء أن العراق يخسر مليارات الدولارات سنوياً بسبب استخدام العمالة الأجنبية، مشيرين إلى أن أغلب هؤلاء العمال غير قادرين أو غير ماهرين ويمكن الاستغناء عنهم وتعويض أماكنهم بالعمال المحليين. وكانت وزارة العمل في حكومة الإطار التنسيقي قد أقرت بعدم معرفتها بالأعداد الحقيقية للعمال الأجانب في البلاد، وتذرعت بتهرب أصحاب مكاتب استخدام العمال والمشاريع من إعطاء الأعداد الصحيحة. أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى عدم توزيع السلطات الحكومية للأسمدة المخصصة لدعم الخطط الزراعية الشتوية التي مر على انطلاقها عدة أشهر، الأمر الذي دفع المزارعين للتوجه نحو السوق السوداء وشرائها بأسعار باهظة. وأفادت الجمعيات بأن ارتفاع أسعار الأسمدة أثقلت كاهل المزارعين ورفعت من ميزانية التكاليف بما لا يقل عن 30% على الرغم من محدودية الإيرادات لديهم، لافتا إلى أن الإهمال الحكومي شكل خسارة إضافية لمزارعي المحافظة. وبحسب تقارير سابقة فإن القطاع الزراعي تعرض لخسائر كبيرة تبلغ نحو 10 مليارات دينار يوميا، بينما تواصل السلطات الحكومية عدم الاكتراث. أعلنت إدارة معلومات والطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي، ولكنها رغم ذلك كانت أعلى من السعودية للأسبوع الثاني على التوالي. وقالت الإدارة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 205 آلاف برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 1000 برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه التي بلغت معدل 206 آلاف برميل يومياً. وفقاً للإدارة فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية بلغت معدل 150 ألف برميل يومياً. سلمت الحكومة التركية مفاتيح منازل اكتمل بناؤها حديثاً لآلاف من المواطنين الأتراك ممن دمرت منازلهم عقب زلزال العام الماضي، وهو أسوأ كارثة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولاية هاتاي إنه سلم 7275 منزلاً في الولاية المنكوبة، وإنه سيسلم 40,000 منزلاً في جميع أنحاء المنطقة بشكل تدريجي بمجرد الانتهاء من بنائها. وافتتح أردوغان مستشفيين بولاية هاتاي جنوبي البلاد تم تشييدهما بعد زلزال مزدوج ضرب المنطقة قبل عام. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.